هناكل ايه بعدين نبقى نشوف عملته ده ازاي. النهارده بقى معانا هنعمل طاجن جمبري. فاكراه؟ اه فاكراه. بس طبعا يعني احنا طبعا لما بنسمع كلمه طاجن دي يعني حاجات تقيله. حلو. فانا النهارده يعني هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمله طريقه شويه كده دايت. لا الهيستوري بتاعك يشهد لك يا استاذه نسمة، انت شيف. لا لا والله النهارده بحاول عشان تاكلي. اوكي وتقولي لي. اوكي حلو. احنا المقادير ايه؟ المقادير بتاعتنا النهارده هيكون جمبري. حلو. فلفل الوان، بصل، ودي السر في التتبيله. السر في التتبيله اللي هي ايه بقى؟ توم بقى وفلفل وتوابل. ثانيه واحده والله. وتوابل مشاهدين مطبخ البلد احنا ما عندناش اسرار. لا هي بس هي توابل عموما. حلو. وفلفل وشويه زعتر. يعني ينتابني شعور كده بدكن. انت مدكنه. لا 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 والله. قولي لي البهارات يا ناس. والله العظيم يعني حاولت على قد ما اقدر ان انا اهدي الاكل خالص. ايوه ايه البهارات؟ لان انا معروفه بالحاجات التوابل. اصل انت قلتي ان دي السر هنا. السر هنا. السر في الحكايه يعني التوابل، البهارات كده، فلفل اسود على شويه كزبره. ده كمون. ده كمون. في كمون. يا عينك ربنا. في كمون. في كمون كمان. لا لا في كمون. بس تعالوا نبدا كده اول خطوه. تمام. اول خطوه ان انا هحط كده التوسه دي تسخن معايا. طيب. وهجيب الطبق ده عشان ايه؟ انا عايزه ايه؟ اتبل بس الجمبري. قول لي يا قحطاني، جات لكم ازاي فكره ان انتوا اكيد انتوا جالكوا شويه كومنتات انه ايه اللي انتوا بتعملوه ده والاكل كتير وفي ناس مش لاقيه وفي وفي وفي، فهل الفكره جات لكم من هنا؟ لا لا الفكره يعني حبينا نطلع خارج المالوف. يعني طبعنا هي مصريه، انا يمني مش مصري. فحبينا نعمل يعني نشارك الناس الاكل اللي انتوا بتعملوه اللي احنا بناكله. نخش جوه يعني بنحاول ان احنا على قد ما نقدر نخش جوه كل بيت مصري بسيط. بنعمل حاجات زينا زي اي حد بيعمل. صحيح. لا بس انا ببسط قوي لانه تحديات السوشيال ميديا كمان يا نسمه بيبقى فيها كميه اكل كتير. يعني تبصي تلاقي واحده مثلا حاطه كده ايه عنوان هنعمل النهارده اكبر حله محشي. تمام. والغريبه ان هي اسرتها ممكن مثلا يبقوا خمسه، انت واخده بالك؟ فحرفيا الناس عندها حق، هو الاكل ده بيروح فين؟ لان ناس كتير قوي بداوا يوزعوا الاكل ده على الناس اللي محتاجه. فانا بجد مبسوطه ان انت من الناس اللي دخلتي المبادره دي. الحمد لله. قولي لي وانت بتوزعي كده في مره على اكتر موقف انساني قبلك حسيتي بجد ان انت ماشيه في التراك الصح. كتير بصراحه يعني الاطفال. 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 اطفال كبار السن. بصي احنا حطينا حته زبده يعني بسيطه جدا. عسل. تمام. عسل. هننزل بقى ايه بكميه البصل دي. تمام كده. طب انا عايز اسالك سؤال. اتفضل. لا انت مش تقولي الحقيقه، قحطاني بصراحه. لا والله. لا لا بصراحه صريح. ايه الاكله اللي كانت بتعملها مره في فيديو وباظت واضطريتوا تغيروا فكره الفيديو عشان تلحقوا الدنيا؟ لا مفيش. قحطاني. هي مره لايف كنت عامله مكرونه. والفيديو ده ما شاء الله عشان في كميه كبيره. كان حوالي 20 20 كيلو مكرونه كتير. ما شاء الله. فلا ساعتها المكرونه عجينة شويه عجينة شويه. وطلعت قلت بصراحه بس عن شرط. كان طعمها عالمي. يعني هي بس 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 على فكره هي لو 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 انت ظابطه البشاميل وفي حاجات تانية ممكن تغطي على فكره. كانت مكرونه بالصوص الاحمر. اوكي. فكان الكميه انا كنت عامله فوق ال 10 كيلو. بسم الله ما شاء الله. فكان الكميه بس لا هو يعني مش تهرت قوي. انا بحب يطلع اجمل شيء. ايوه. فلما تهرت شويه انا طلعت الصراحه قلت. يعني حتى الحمد لله انتقادات ما كانش فيه عشان انا طلعت اقول. أوكي. بس لكن انا الحمد لله حتى لما بعمل الاكل في المطبخ انا ببقى لايف قدام الناس الحمد لله. بارتنر على السوشيال ميديا لطيف قوي. اكيد بقى ايه بيهاند سين كده ممكن ينرفزك في حاجه او هي تنرفزك في حاجه، ايه الحاجات اللي بتنرفزكم من بعض في السوشيال ميديا؟ لا جوه السوشيال ميديا لا. احنا متفقين زياده عن اللزوم. الحمد لله متفقين زياده عن اللزوم. تفاهم. لان احنا واخدين بعض على حب. تمام. فالتفاهم زياده عن اللزوم. طب ايه في المطلق ممكن يضايقك من نسمه او يضايق نسمه منك؟ لا معظم الحاجات بتبقى بص هي ضحكت. المشاكل البسيطه اللي بتاعت الاولاد. قولي يا نسمه انت اللي بتمسكيني يا نسمه. لا والله ما فيش اي حاجه الحمد لله يعني بفضل ربنا يعني
لا انا هو الحمد لله. يعني متفاهمين زياده عن اللزوم. بس انتوا قادرين توفقوا يعني، تقدر توفق بين شغلك ونسمه برضو البيت ومتطلبات البيت والطبخ على السوشيال ميديا؟ اولاد بالظبط. عن ثلاث بنات ما شاء الله اسم الله الله اكبر. وهم ايه رايهم في موضوع السوشيال ميديا؟ مبسوطين بيه ولا؟ الحمد لله الحمد لله. يعني احنا ماشيين في طريق الحمد لله لحد كبير، مش بنحاول نضايق حد. ماشيين بليمت معين باسلوب معين عمرنا ما هنغير فيه. فالحمد لله مبسوطين. ايه الكومنتات اللي في الاول؟ اكيد جالك كومنتات حلوه كتير وده اللي خلاكي تكملي. تمام. بس ايه الكومنتات البايخه شويه؟ لا هو كتير بصراحه، طول ما يعني في السوشيال ميديا بتلاقي الحلو والوحش. ويعني زي ايه يعني ارخم كومنت بجد؟ انت ازاي قحطاني يمني ومتجوز مصريه؟ دي كان كومنت على طول ده كتير بيقابلني كتير. ازاي يمني متجوز مصريه؟ طب ايه بقى المشكله؟ يعني ايه المشكله في الموضوع؟ ده كتير جدا توجهنا للموضوع ده كتير جدا. سبحان الله كل واحد لما بيبص من زاويته لازم يطلع عيب. يعني احنا فعلا مختلفين في الاراء وفي الثقافه، بس ايا كان احنا مختلفين. ده راجل متجوز وطالع في فيديو مع مراته، لا هو بيعمل حاجه خارجه ولا هو ولا هي ست بتأفور. يعني الناس برضو سبحان الله ساعات بيبقوا غريبين جدا جدا في احكامهم جدا يعني. بصراحه فده بيبقى اكتر كومنت. انا شايفه هنا الوانات حلوه. لا لا والريحه بدات تهل. ها عملتي السر ايه يا سوزة؟ عملتي ايه والله بتاعت البهارات ها اللي ما بتقوليش عليها؟ لا والله بهارات عاديه، بهارات سمك، فلفل اسود، كزبره، شويه كركم، زيت زيتون. انا شايفه هنا روز ماري وشايفه ورق لورا. لورا ايوه. فلفل الوان ايوه. هي وقعت ايوه. ايه تاني قولي لي؟ حكيتي ايه؟ ولسه بقى طبعا في نص التتبيله ديت اللي انا برضو اللي هي انا عاملاها. انا تبلت بيها الجمبري كله في وهنزل سعد. برضو اول ما يبدا لون الجمبري يغير هو كده ايه خلاص تمام كده دخل في السوا. فانا هستنى بس ايه اللون على طول يغير، لان هو ما بياخدش وقت خالص الجمبري على طول. فاستنى بس اللون وبعد كده هنزل بالبهارات وشويه. بص انا من الريحه مش هسال مين فيكم الاشطر في المطبخ لانه واضح انت. انا عالمي واضح. بعمل بيض عينين يشهد التاريخ. كنت لا هي قالت واضح. انا لا 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 هو من الريحه بصراحه ومن اللي بشوفه منك على السوشيال ميديا. انا مره عملت بيض عينين لزق في السقف نزل بعد ثلاث ساعات. ملسكوا كنت بقى عايز اعرف ده بجد فعلا بجد حقيقي مش دعابه؟ لا 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 حقيقي 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 والله فعلا. ويعني انت خلاص مبهدل اتصال طبخ فقررت تهول كده في السقف؟ اشمعنى هي؟ انا حبيت ادي لنفسي فرصه. انت بتطول دورك. الناس معجبه بس على فكره البهارات هي حبيتها مره في رز بلبن وكسبتها حقيقي. انا بقى عايز اعرف ايه الاكله اللي ظبطت منه مره؟ الرز بلبن. الرز بلبن بس. الرز بلبن بس. لكن مفيش حاجه ربنا نصره فيها. لا 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 مفيش حاجه بتظبط. خلينا اكون والله ما قصرت يا اخي. حلو كتر خيرك. انا كده نزلت بالتوابل بتاعتي. حلو خلاص هديها بس تقليبه كده وبعد كده ايه ننزل بقى ايه بشويه ثوم مش كتير عشان انا برضو كنت متبله ايه الجمبري. طب انا هسالك سؤال، بتعملي ايه في جوع بالليل؟ بنام. انا اسمع بجد حقيقي في التلفزيون بس لا حقيقي انا مش بتاعه اكل خالص. يعني شوفي على قد الكميات اللي انا بعملها ومشكله الكميات دي يعني مسيطره مع الناس جدا. لا انا مش اكله خالص خالص. يعني الناس بتفتكر ان احنا لا 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 خالص، لدرجه انه بيطلبوا مني انت عارفه التحديات الاكل وكده. ده صعب. ما بقدرش ما بقدرش حقيقي صعب. يعني ما بقدرش اعمل النوع ده من الفيديوهات لان مش بتاعه اكل انا. لا بس بتكلم في فكره ايه، لو عايزه تعملي حاجه حلوه سريعه بالليل جالك ضيوف مثلا، الحاجات السريعه دي ممكن تنجزي نفسك بايه؟ للضيوف؟ للضيوف لا ما اقدرش ما اقدرش. هتجيبي من بره؟ لا مش كده يعني يعمل ما فيش عندي حاجه خفيفه يا اما ما اعرفش كده الحاجات اللي احط بيض وجبنه والكلام ده لا ما اقدرش. انا بتكلم في حاجه حلوه هنعمل يعني ضيوف فاجئوكي مثلا وجم وعايزه تعملي حاجه مسكره. مسكره كيك زبيب لبن. ايوه الحاجات السريعه اللي هي المعتمده دي. اوكي بس كده جماعه الريحه انا خلصت كده تمام. لا ده غير طعم. لا ده غير طعم طعم حاجه ثانيه. الله بس ايه رايك؟ ايه رايك في السرعه؟ لا بصي انا عامه عارفه ان الجمبري روحه خفيفه بس انت ما شاء الله كمان سيبك من هو بيسيبه بسرعه. انت تطشاطك في الاكل حلوه. لا ده انا عشان واقف جنبيها على فكره.
ايه ده في ايه؟ مش عارفه إيه هو معرفش والله. لو سمحت هو في شيفات عالميين كبار رجاله بس الستات برضو مسيطرين. انا ما حدش اتوقع ان هي المشكله في النفس، انا واقف جنبيها هو ده النفس بتاعنا. طبعا 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 انا طبعًا ما بعرفش اعمل حاجه من غيرك. هي دي بقى الست الذكيه، تبقى عارفه الحقيقه من جواها بس طبعا وتبقى شايله يا عيني معبيه. ما بقدرش اعمل اي حاجه من غيره. احنا طبعا هناخد الكلام الجميل ده وهننزل بيه ايه في الطبق الجميل ده. الله عليك. سلام. شوف شوف نازله سلو موشن كده، تحس ان هي نازله على قلبي حاجه في اللايزي كده. طب انا اسالك سؤال، فضل. لو انت وقحطاني متخانقين، تمام، قحطاني من النوع اللي بيتصالح بسرعه ولا لا ممكن ياخد وقت؟ لا محمد قريب كده، هي اللي هترد في الموضوع ده، مش هتكلم على نفسك. لا محمد شويه عصبي على قد، بص ما الناس مثلا بتشوف ان محمد اهدى مني وكده، لا بس محمد عصبي. اوكي عصبي. لا يعني لو انتوا بالفعل متخانقين وبتصالحيه، مين فيكم بيتصالح اسرع؟ يا انا يا يعني شكلك غلبانه قوي. انا غلبه جدا على قد ما هم دايما يعني يقولوا لي لا 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 انت صعبه، انت مش عارفه ليه الصراحه، مع ان انا اهدى من محمد كتير. طب وهل ممكن مثلا تلجئي للحاجه اللي انت شاطره فيها قوي زي الطبخ في انك تصالحيه؟ يعني في اكله معينه عارفه انها لو اتعملت الدنيا بقت تمام؟ اعمل له مكرونه وبانيه. ايه ده؟ ايه السلاسه دي؟ بس. دي بقى هي النقطة الضعف عندي. مكرونه وبانيه؟ مكرونه. شوفوا الرجاله اهو، شو حاجه بسيطه. ده في رجاله بتطلع تشتكي يقول لك اول شهر جواز ده مكرونه وفانيه، اهو الراجل بيتصالح. انا بتصالح مكرونه وفانيه 14 سنه متجوز، مكرونه وفانيه دي اهم حاجه عندي. هنقدم مع دي تورته رز، ايه رايك؟ صح كده؟ بجد؟ دي تورته رز. جماعه الحاجات اللي بتشوفوها لنسمه وقحطاني طلعت بجد، يعني انا اهو من قلب الحدث. الناس دي جامده قوي.